متابعين نحن وياكم أصدقائنا المشاهدين ولقاءنا المباشر على الهواء وبرنامج على هواء المحبة، واسمحوا لي أنا وياكم نكمل مع ضيوفنا وضيف التالي السيد محسن عزيزي خريج ترجمة، تنحكي نحن وياه أكثر عن اختياره لهذا الاختصاص ووضع المترجمين اليوم والصعوبات اللي عم بيلاقوها بمجالات العمل وخاصة بمجال عمل الترجمة. أستاذ محسن أهلا وسهلا وصباح الخير. صباح النور. كيف صحتك؟ تمام، نشكر الله. انت منيح؟ أنا الحمد لله ماشي الحال، كله منيح من عندك. كوفيد 19 ومنتبه على حالك؟ الحمد لله، اخذين البريكوشنز واهلي كلهم اتطعموا، نشكر الله. الحمد لله. ترجمة، بس نقول ترجمة محسن شو يعني؟ يعني نحن نعرف في ترجمة فورية، في ترجمة نصوص كتابية، نحن بنحكي عن ترجمات من عدة لغات، يعني نحن بنحكي عن انجليزي عربي، عربي انجليزي فرنسي، بس نقول حدا خريج ترجمة شو بيعرف لغات بيكون، وبس نحكي كمان يعني بين كتابة وكلام، وبنحكي عن الأشخاص المحلفين، يعني يلي بس أنا إذا بدنا نروح على سفارة بترجموا لنا أشياء معينة، إذا فيك تحطنا بالصورة عن هودي الأشياء اللي ذكرتهم بداية حتى نحكي عن واقع الترجمة اليوم بلبنان. اوكي، حضرتك فرقت كتير منيح بين الترجمة الفورية اللي هي الترجمة اللي بيجوا، يعني اللي حدا بيحكي والتاني بيكون عم بيترجم وراه او معه بنفس الوقت. هيدي مختلفة تماما عن الترجمة الكتابية، يعني ترجمة النصوص او هلا الكتب مثلا او صفحات الانترنت او الابليكيشنز اللي هي كتابة. الترجمة المحلفة هي بتقدم مع الدولة بوزارة العدل وبيطلع ختم، وبالتالي بتكون انت مخول ومصادق عليك اذا بدك من الدولة انه انت هذا المستند الرسمي اللي انت عم بترجمه مظبوط، وبتحط ختمك عليه وبيكون معتمد من الدولة اللبنانية وبالتالي من باقي الدول اللي انت عم تقدم عليها. عالم اللغات هو عالم كبير، بس نقول خريج ترجمة يعني أي لغات لازم يعرف؟ اوكي، هون كتير بدي شدد على فكرة انه نحن ما بنعرف كل اللغات ولا بنعرف كل شيء بكل اللغات. حسب الشخص الفورماسيون تبعه كيف بتكون، يعني انتم وهو منكم جوجل ترانسليت؟ مش بيشتغل عن لا ما لانه أنا جوجل ترانسليت، الاشخاص بيفكروا انه اذا حدا خريج ترجمه لازم يعرف كل الكلمات بالعالم، كل اللغات، شو الكلمه اللي سالنيها لازم يعرف يكون عم بيحكينا ويترجم لنا اياها. صحيح. بس هذا الشيء منه دقيق تماما، لانه خصوصي اذا بتسافر لبرا، لان احنا هون عندنا البريفيلاج انها تري لانج، يعني نحكي 3 لغات، بس برا بيكون عندك المترجم هو اختصاصه بفرد محل او بفرد من الا بير دو لانج، يعني مثلا من الانجليزي للفرنسي بس او من الفرنسي للالماني بس. نحن هون باسبارتو، يمكن لانه الوضع المادي والوضع الاقتصادي بيفرض علينا نشتغل كتير اشياء. هلا انا شخصيا اختصاصي يعني الترجمه الفرنسي انجليزي وعربي، كيف ما برمتهم اكيد لازم شوي اشتغل على حالي اكثر، طور الاسبانيول، طور الصيني هلا كثير مطلوب. مطلوب. فاذا في مترجمين عم بيسمعوني، انا بتمنى عليهم انه يكون التركيز على قد ما فينا نتعلم قصص ولغات اللي بيحكوها كتار واللي بيترجموا قليل فيها، لازم يكون هناك التركيز. انت بس نحكي انه انت عندك هودي 3 لغات قادر تترجم فيهم، نحن عم نحكي ترجمة كتابية ولا ترجمة فورية؟ وهل هودي الاختصاصين منفصلين عن بعضهم؟ اوكي، اول شيء منفصلين، لانه الانتربريت بياخذ فورماسيون لوحده، الترجمة الفورية بتكفي سنتين بعد الليسانس بتخصص فيها، والترجمة الكتابية هو اللي أنا اختصاصي اللي هو كمان فيك تكفي ماستر سنتين بالترجمة، هذا الشيء اللي أنا عملته، بس ما خاصة أبدا بالترجمة الفورية.
اوكي، يعني بس انت مضطر اذا بدك تعمل ترجمة فورية تكون مخلص اختصاص ترجمة، صحيح. يعني هي برانش من بس تكمل انت. اكيد كفي، اوكي، يعني بس بعرف اصدقاء اثنين عملوا 3 سنين ليسانس بس والترجمة، هلا اذا يعني نحن اذا بعدين عم نحكي حطوا هلا اسمه اذا حدا عامل ترجمه فقط لغير، مش عامل انتربريت، مش مكمل الاختصاص، اذا بدنا نحكي بهذا الموضوع، هو مش مفروض يكون حدا عم بترجم ترجمه فوريه. صحيح صحيح. هذا الشيء ما بيمنع انه ما في يعملها، يمكن يكون عنده يمكن يكون المهارة عنده القدره، الكافية صحيح، والقدرة الكافية المهاره. انه يعملها، اوكي. بس كمان يعني مثل ما بيقولوا اعطيه خبزك الخبز لقوك النص، يعني المفروض يكون الشخص مخول ودارسها، لانه فعليا الجانب العملي من الترجمة يمكن بيبين هين، نعم. بس فعليا وقت بتتعمق فيه نظريا بتدرس فيه اكثر بيتوضح انه لا، من الامر السهل. إذا بدنا نحكي محسن، شو أكثر شيء معوقات موجودة لهذا الاختصاص تحديدا بلبنان؟ يعني شو الأكثر شيء بتواجهوه؟ اوكي، طلبات الزبونات المتزايدة بظل الوضع الحالي، أوكي. وحتى إلى حد ما في نحطها ضمن إطار استغلال بعض الشركات اللي من برا لنا إلى حد ما، لأنه هلا صار الوضع إنه أنا بدفع لك، من عم بدفع لك دولار، أنا بدل ما تكون الساعة تبعي ب10 مثلا، إنه خلص ب5 وبقبل لأنه عم بدفعوا لي دولار، أو بتكون الكميات كثير كبيرة من الشغل لانه نحن معاشنا يمكن بيقضونا دولار او 3 و900، يعني بس من هن. عندك مشكله ثانيه واللي هي كثير اساسيه، اللي هي الكهرباء والموتور والانترنت. ما فيك تقنع الكلاينت برا انه مثلا انا بنقطع عندي الكهرباء 4 ساعات ولا الموتور بنقطع 4 ساعات، ما فيك يعني تقنعه، اللابتوب يمكن ما فبتضطر يدوب، تشتغل الكمبيوتر. اوفر. صحيح صحيح، انه ولا الانترنت تعيس، كيف بدك تفهم حدا قاعد برا مثلا عم تشتغل بتكون مبسوط عم تشتغل، فجأة بتروح الكهرباء، كيف بده يقتنع هذا الزلمه بهذا الموضوع؟ بتعرف نازم، يمكن كمان اوقات انا بعرف من صديقه لإلي لانه بتشتغل بهذا المجال، اوقات الخدمات، يعني مثلا رفقاتها مثلا بيتلفنوا لها مثلا ليكي بشرفك في هذا النص، او انه في هيدي الخبريه، او في هيدي انه بشرفك ترجمي لي كلمتين، يعني بكون صفحه، انه يعني اوقات نحن ما بنعرف انه هذا الاختصاص هذا بياخذ مجهود، بياخذ تعب، يعني تسعيرته يمكن اوقات على الكلمه حتى بتصير، وببعض الاحيان على الصفحات بتصير. فهيدي المونه اوقات، والخدمات كمان، يمكن هيدي يمكن تحديات بكل اختصاص، انه مش خسران شيء، مش حاطط مواد من عندك، بيقولوا لك انه انت ما انا خسران شيء، بس اوقات نحن ما بننتبه انه الوقت كمان هو مصاري، وهو شغله كثير اساسيه. صحيح، انا كثير كثير بعاني احيانا من هالموضوع، بس كمان يعني صرت اعرف انا احط حدود، انه اوكي انا هالمره رح اشتغل لك اياها ببلاش وما عندي مشكله، بس بعدين انا خصوصي اذا عندي شغل بنفس الوقت، انه او بقول لك انه سوري بدك تروق شوي علي تنخلص. يعني على كل الحالات المهم يعطيك ألف عافية محسن، بهالظروف الاستثنائية بنعرف قديش صعبة، قديش صعب الواحد يكون عم بشق طريقه المهنية بهالبلد، وخاصة على صعيد الأشياء إذا بدنا نحكي الأكاديمية، العلمية، التربوية، وهذا شيء أكيد أكيد صعب. فيعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بتحقق كل أحلامك وطموحاتك المرتبطة بمهنتك. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا من خلال تقنية الفيديو كول، ويعطيك ألف عافية. شكرا شكرا. أهلا وسهلا فيك.